كان ممكن أكمل لو كان في أمل. العلاج هيطول في عمري كام شهر، مش عايز. لازم الفنان يتربى داخل مدرسة بشكل أو بآخر. الفن عندي هو المسرح، وإذا شئت أكثر دقة المسرح عندي مدرسة المسرح القومي. متفكرنيش شيء مخيف مفزع. الأسرة بتوعنا ربطوهم بالحبال ورقدوهم على الأرض. اللي أنا عايزك تتعلمه في اليومين دول، الناس بتتعلمه في سنين، بس أنا عارف إنك كدها. وسلم ذو الجلال عليك ما أزكاك في الرسل الكرام وأطيبا، وحقوق البر أولى بالقضاء، عصركم حر ومستقبلكم في يمين الله. Thank you.